هكذا متابعينا مستمعينا الكرام، تابعنا ثلاث اصوات اولى رئيسيه بالصوت الاول الرئيسي. تابعنا وجود شديده محمد بن راشد بن تريس، سعيد بن راشد بن تريس الظاهري، سجلت 7:44 الشوط الاول. مهجنات سمحه حمد بن سالم بن علي النيادي سجلت 7:38 والشوط الذي تابعناه قبل قليل فاز بالرعب يعود شعار بن تريس يسجل النقط الثاني بهذا الصباح ب7:42 واسعد الله صباحك يا ابو سعيد على هذا الحضور الممتاز والمشرف، تسجيل نقطتين رئيستين من هذا الصباح بالشوط الاول بكار. الشوط الاول تعدان، نرحب بشوط جديد بشوط الرابع بمجموعة الأشواط، والشوط الأول الرئيسي للجعدان. المهجنات الأصايل أتقدم وأصير بهذا الشوط، أتقدم مع شوط الجعدان. المهجنات نبحر مع الغزال يتغزل مع مقدمة الشوط. فارس بن سهيل اليبهون الظاهري من يقدم لنا الغزال، بينما أنت انتقل مع المركز الثاني هداد منصور بن كبيد بن ذهيب العامري من يقدم لنا هداد مع المركز الثاني. انتقل مع المركز الثالث ملول سيف بن مطر بن محمد النيادي. المركز الرابع مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الخامس متواجد اللي هو ذرب احمد بن عبد الله بن خالد البلوشي. والمركز السادس نتاخر بهذه اللحظات نجد مهاوش مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز السيد مبارك بن راشد بن مصبح الظاهري وصل غير الى المركز السادس شعار بشيخه بهذا الشوط، بينما وصل مع المركز السابع الشبابي علي بن راشد بن سعيد بن خميس الساعدي غير مع المركز السابع. المركز الثامن المتحد المر بن سعيد بن حمدان النعيمي. والمركز التاسع وصل شعار بن محروم قادم مع المركز التاسع اللي هو مياس عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي. والمركز العاشر نجد سكر محمد بن سالم بن عوي الشامسي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى من عشرة النجوم المتقدمة بهذا الشوط والباحث عن نقطة ثمينة مع الشوط الأول للقعدان. شوط القعدان وشوط الإذاعة ما شاء الله سن الإبداع تقدم وصير مع مقدمة هذا الشوط. نتقدم هنا مع وجود مياس. هذا مياس بدأ الآن يسيطر على الموقع الحساس. يقدم الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا سلالة مياس بهذا الشوط، ولكن أشوف الغدوم ضرب يا سلام وصل ضرب قبل قليل كان في المركز السابع. بدأ بالتغيير ضرب يقدم لنا ضرب بهذا الشوط. أحمد بن عبد الله بن خالد
يقولوا بلوشي شباب بدية، شباب بدية قادمين بهذا الشوط، يقدم لنا ضربة متأخر وننتقل مع المركز الثالث مع الشعار القلعة العناوية قادمة، شعار بشيخة واصل، هذا هو الشعار بشيخة قادم بهذا الشوط، يقدم لنا مهاوشة مبارك بن راشد بن مصبح بن مصبح الظهري، هذا الشعار في سباق الأمس سجل معانا نقطتين بينما أصير مع المركز الرابع، المركز الرابع وصل شبابي علي بن راشد بن سعيد بن خميس الساعدي، المركز الخامس المتحد المر بن سعيد الحمدان النعيمي، المركز السادس وصل منذر، الله يا منذر سعيد بن راشد الخيبان النعيمي، هذا هو أول إذاعة على المركز السابع، عندك بن عوي سكر محمد بن سالم بن عوي المركز الثامن، متواجد الآن من مشغل محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي، والمركز التاسع خلنا نشوف الشابة، خلنا نشوف التاسع هذا، نعطيهم الأداء الأخيرة، هذا هو التاسع الآن قادم بهذا الشوط، اللي هو مهيض مهيض عبيد بن حمد بن علي بن عبيد الأبخري، خلاص روح المركز العاشر وصل مشرف سعيد بن علي بن محمد النيادي، قادرنا دول موصل للسيد صير أسريم بين سهيل بين سهيل بين شوارد العامري، وصل الى المركز العاشر، دخل ورد الكيان الكيلو المطر الاخير على ذرب، هذا هو ذرب، ذرب يا ذرب يا ذرب يا ذرب، بدا الان يسيطر، يقدم احمد بن عبد الله بن خالد البلاشي البلاشي، ولكن دير بالك يا البلاشي وصلوك وصلوك الجماعه اول القادمين بهذا الشوط، اللي هو مشغل محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي الوهيبي، وصل بهذه اللحظات، وصل الان منذر يا منذر الخرباني منذر الخرباني، وضرب لازال يحاول ولكن بنقول خلاص بنقول خلاص، مشغل يا مشغل يا مشغل، وضرب ضرب 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 ضرب، مشغل 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 مشغل، ضرب يا سلام يا سلام، محاولات قوية محاولات قوية بهذا الشوط، جولة الأوامر، ضرب ضرب عاد ضرب عاد ضرب مرة ثانية، روح روح راح ضرب ما شاء الله، روح أحمد بن عبد الله بن خالد، ولكن الله يختطف المركز الأول أعتقد 18، غير غير مع الرماغ الأخير، مشغل محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي، المركز الثاني ضرب أحمد بن عبد الله بن خالد البريشي بفارق راس، المركز الثالث المركز الثالث اللي ما قصر ما شاء الله، قاوم منذر سعيد بن راشد الخرباني النعيمي، المركز الرابع بتأكد نشوف الرابع الرابع والخامس دخولا جماعي، بتأكد بالبديحة إن شاء الله بعد قليل، نعود متابعين الكرام بالتوقيت الزمني ما شاء الله، توقيت اللي هو مشغل وذرب، ولكن في اللحظات الأخيرة بنقدم الثانية بنتأكد بنقدم الثانية لمحمد بن سعيد بن سالم الوهيبي وأحمد بن عبد الله بن خالد البريشي، توقيت الزمني 7:38 ثانية، وفاء وتمام.